مرحبا مجددا. تفقد وزير الصحة دكتور عادل عدوي مركز أورام السلام بمدينة السلام، وخلال جولته أشار الوزير لضرورة إدراج وتسجيل بيانات المرضى بنظام الكروت الإلكترونية والانتهاء من النظام التقليدي المتبع بالكروت الورقية، كما أوصى بزيادة رفع أعداد الأطباء بالمركز ومضاعفة قوة الاستشاريين وأعداد الأطباء المتدربين. الأورام في مصر، في القاهرة الكبرى في مراكز معينة لعلاج الأورام، في عندنا مركز أورام السلام، في مركز أورام معهد ناصر، وفي مركز أورام جديد تم افتتاحه في مستشفى دار السلام لعلاج أورام الدم بالتنسيق مع المعهد القومي للأورام. طبعا وجود هذه الأورام، عندنا 11 مركز على مستوى الجمهورية بتعالج مرضى الأورام بالتنسيق مع المعاهد القومية للأورام زي المعهد القومي التابع لجامعة القاهرة والمعاهد القومية التابعة للجامعات المصرية والمؤسسات العسكرية. مريض الأورام من المرضى اللي هم بيحتاجوا عناية خاصة، وإحنا في نفقة الدولة بننفق ما يقرب من 30% من الميزانية المخصصة لعلاج نفقة الدولة في لمرضى الأورام. طبعا هناك بروتوكولات علاجية تم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للأورام لكي تطبق في كل مراكز الأورام على مستوى الجمهورية. لابد أن احنا نحدث من الأجهزة الخاصة بالعلاج الإشعاعي وأيضا العلاج الكيماوي لمرضى الأورام. أهدت وزيرة التضامن الاجتماعي المخترع الشاب عبد الرحمن عمران ابن محافظة أسوان ذو 17 عاما، أهدته جهاز لابتوب حديث وشهادة تقدير من الوزارة، وذلك لابتكاره نسخة أولية من نظام تشغيل الكمبيوتر بالصوت على طريقة الويندوز خاصة بالمكفوفين، حيث تمكن المستخدم من إصدار أوامره للحاسب عن طريق الصوت بدلا من لوحة المفاتيح، كما ابتكر طريقة جديدة لتوجيه كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق إشارة من الرأس بدلا من استخدام عجلة القيادة خصيصا للمصابين بالشلل الرباعي. تقوم القوات المسلحة المصرية وبمنحة من دولة الإمارات بتركيب 1200 خلية شمسية بالمجان للمناطق المحرومة من الكهرباء في أسوان. وفي منطقة جرف حسين جنوبية شرق المحافظة تم الانتهاء من تركيب 300 وحدة من أصل 350 لنصيب هذه المنطقة، وينتقل العمل بعد ذلك لمناطق أخرى في إدفو وكومومبو وأبو سمبل. احنا شغالين بنوصل 3600 سيستم لمحافظات الصعيد، تمام، منهم 1200 في اسوان. شايف في حسين ليها 350 سيستم اتوصل منهم 300، ولسه في 50 بيتوصلوا. بدانا من اول خمسه وان شاء الله في اسبوعين كده ونخلص. بلد النوبه جات لنا الكهرباء والحمد لله، او بقى الباقي ان شاء الله باذن الله.